اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي مايسترو كره اليد في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي واحد رموز كره اليد في النادي الاهلي اسلام حسن. اهلا بك يا اسلام. حبيبي ربنا يسلمك. اهلا بحضرتك، منورنا وخضتنا عليك شويه. ده نورك. لا الحمد لله جت سليمه. الحمد لله رب العالمين. اسلام، مش هينفع ابتدي معاك في كره اليد بصراحه واحنا كاسبين بطوله افريقيا والنجمه التاسعه. شفت الماتش فين يا كابتن؟ انا شفته في البيت. بص انا اي ماتش كوره يعني بالذات اهلي وزمالك لازم اشوفه في البيت. تخيل بقى افريقيا كمان. احب اتفرج لوحدي لان انا ايوه اتعصب جدا فخليني لوحدي. طب بامالك، انت توقعاتك قبل الماتش؟ انا كنت متاكد ان الاهلي هيكسب والله. بس هو جه الجون، انا يعني انا في الاول في نص الماتش كده توترت شويه، بس لما جه الجون انت مش متخيل يعني كان عيل صغير بنط. انا حاسس ان انت صوتك حتى رايح شويه. بص يعني لا انت يعني انت لو تشوف في البيت اللي حصل يعني بقى ساعه الجون ده. الحمد لله الحمد لله. يمكن بتهيالي انت اتشديت، يمكن بتتفرج على ماتش يد مش هتتشد كده صح؟ لا خالص. بص انا طول ما انا في الملعب ما بتشدش. بره الملعب الموضوع صعب، حتى في الهاندبول لما اتفرج على الهاندبول بره الملعب تلاقيه مشدود. صحيح، في الملعب الدنيا مختلفه خالص. صحيح، بس خليني اقول لك برضو يعني احنا في الاول والاخر بنحب كره القدم وبنتفرج عليها وبنشجعها ومتابعينها ومتابعين اخبارها. يعني بتهيألي برضو يعني أفريقية لما تبقى أنت رقم واحد والتاني عالميا حتى في كرة اليد هيديك، أنت بتلعب في النادي الأهلي هتلاقي العالم كله عارف مين النادي الأهلي. بص يعني النادي الأهلي مش محتاج كلام في يعني بجد اللي بيلعب في النادي الأهلي بيحس بالفخر ده. أنت صحيح. أنت في النادي الأهلي أنت حاسس أن أنت في حاجة مختلفة خالص عن أي نادي تاني، واللاعب في النادي جوه هيبقى حاسس الموضوع ده غير اللي بره بيبقى يقول انت ده كلام مش عارف ايه، لكن اللي بيدخل جوه بيحس ان الموضوع مختلف خالص. احترافيه عاليه يعني للدرجه الاولى. حتى لما تطلع كاس عالم يحطوا قدام اسمك النادي اللي بتلعب فيه، بيحطوا النادي الاهلي، النادي كل مصر يعني مش مصر، العالم كله عارفه بالظبط، لانه جميل. يعني كوره ادت اسم كبير جدا للنادي الاهلي. طبعا خلاص خلينا نخش في كره اليد طبعا، لان انت يعني داخلين مرحله مهمه جدا، كاس العالم بيقرب. بس قبل ما اروح للمنتخب هاجي للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي الحمد لله السنه دي عملنا صفقات كويسه، اتقابلنا فاكر قبل الست جولات. تقييمك ايه بعد ست جولات من الدوري؟ بص الفكره ان الفتره دي احنا بنجمع منتخب كتير قوي، فلسه اكيد الفرقه مش مع بعض بقى لها فتره، فلسه التوليفه ما حصلتش قوي. بس في نفس الوقت ان انت قادر تكسب او قادر كل مباريات بسكور عالي، فده يبين ان الفرقه كلها نجوم وكلها ناس مسؤولين في الملعب. ففرقه كبيره من اول السنه لغايه دلوقتي الحمد لله كل المباريات بتخلصها سهله يعني. والجميل انتوا خلصتوا الدور الاول، يمكن انا قلت سته لا هم ثمان مباريات. ثمان مباريات الدور الاول الحقيقه يعني ما شاء الله ماشيين كويس. انت بتقول طبعا ان احنا لسه محتاجين انسجام اكيد مع الوقت والمباريات، وفرصه كويسه عندنا وقت نلعب مباريات كتير. بص بالظبط، بس زي ما بقول لك برده هيحصل نفس المشكله. انت الانسجام هيحصل على اخر الموسم هيبقى اكتر، وده اللي احنا محتاجينه ان انت في المباريات المهمه يبقى الانسجام حصل، لان انت المنتخب هيبقى واخدك برده فتره كبيره. انت هترجع على فبراير، هيبقى في برده انت بينك وبين لعيبه النادي طريقتين مختلفين اكيد، ولو في وقت كمان لسه شويه بالظبط. لكن لما تيجي تتضم تاني على لعيبه النادي فهيبقى في مثلا شهرين ثلاثه لما توصل النهائيات هيحصل انسجام ان شاء الله. افهم من كلامك ان احنا محتاجين دعم ايضا من جمهور النادي الاهلي، جمهور الاهلي اللي يصبر شويه على الفرقه. طبعا في صفقات كتيره جت، خمس ست لاعبين جم في الحقيقه، صفقات من العيار الثقيل طبعا انضمت لفريق كره اليد. طب اسلام، احنا جهزنا تقرير عن الفريق وعنك وعن زمايلك، تحب تشوف التقرير ونرجع لبعض تاني؟ اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير عملناه لفريق كره اليد والمشوار واللعيبه. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي يخوض العديد من التحديات في الموسم الجاري تحت قيادة فنية للكابتن طارق محروس، مع انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد والتي يتربع فيه الفريق على قمة مجموعته بالعلامة الكاملة، ومع استمرار منافسات بطولة دوري الموسم الماضي والذي يتبقى فيه جولتان يحتاج فيهما الفريق لتحقيق الفوز من أجل خوض مباراة فاصلة على تحديد بطل الدوري. ويتطلع كتيبة نصور القلعة الحمراء لاستعادة لقب الدوري بعد اكتمال صفوفه وتدعيمه بأبرز العناصر مثل أسامة الجزيري وعمر ياسين ومحمود نعمان وأحمد هشام سيسا ومحسن رمضان وعمر سامي. وسادت حالة من الطمأنينة جنبات صالة الأمير عبد الله الفيصل بعد تماثل قائد الفريق إسلام حسن للشفاء بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه لفترة عزل صحي، ليتعافى قائد كتيبة كرة اليد في القلعة الحمراء ويعود للتحليق مجددا،
ويساهم في تحقيق الفريق لفوزين متتاليين في بطولة دوري المحترفين، وقدم خلالهما مستوى متميزا كعادته ليطمئن عشاق النادي الأهلي بشكل خاص ومتابعي كرة اليد المصرية بشكل عام، خصوصا وأن إسلام حسن أحد أفراد كتيبة المنتخب المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة المقبلة. ويستهل الفراعنة مشوارهم في مونديال 2021 ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات التشيك والسويد وتشيلي. ويعد إسلام حسن أحد أفراد كتيبة كوماندوز المنتخب المصري التي تشارك في المونديال، ويعد صاحب خبرات في المواعيد الكبرى رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر. وتستضيف مصر النسخة 27 من مونديال اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 من يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا. ويتطلع المنتخب الوطني إلى الذهاب بعيدا في النسخة المقبلة في المونديال بكتيبة النجوم التي يضمها المنتخب والدعم الكامل الذي توفره الدولة المصرية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والاتحاد المصري لكرة اليد بتنظيم مونديال يليق بمصر وشعبها وتذليل كافة العقبات للمنتخب من أجل تكرار إنجاز مطلع الألفية الجديدة عندما احتل الفراعنة المركز الرابع في المونديال الذي استضافته فرنسا. اهلا بحضراتكم من جديد. نرجع لاسلام حسن. اسلام يمكن مشوار صعب مع المنتخب الفتره اللي جايه، يمكن هسيب بقى النادي الاهلي اروح طبعا لمنتخب مصر. انتوا عندكم معسكر بعد بكره، كلمنا عن المعسكر اللي جاي واستعداداتكم ازاي لغايه كاس العالم. بص اكيد احنا لو ما كملش كمان الفتره بتاعت الكورونا دي موجوده كان هيبقى معسكرات اطول بكتير، وهتلاقي سفريات كتير موجوده معسكرات بره. احنا هنبدا بكره مسحه في الاوتيل، وهيتقفل من ساعه المسح هيتقفل خلاص المعسكر، ما حدش هيخرج، ومن بعد بكره يبدا التمرين. معسكر في القاهره يا كابتن؟ في القاهره. التمرين هيكون في الاستاد، هيبقى في الاستاد في الصاله اللي احنا نلعب فيها، بس طبعا لسه ما اتجهزتش اخر حاجه. وهنبدا من بعد بكره التمارين خلاص لغايه كاس العالم ان شاء الله. يعني انتم مستمرين من بعد بكره لغايه كاس العالم؟ تقريبا يعني عمكم. هيبقى معسكر شهرين. ربنا يعين. طب قول لي كام لاعب انضم يا كابتن؟ احنا في فيصل، وفي انا ومحسن وسامي وعمر سامي وعادل ومصري وحميد وعصام الطيار. ثمان لاعبين. طب يا كابتن بتعملوا ايه لما المحترفين يجوا؟ احنا عندنا ست محترفين بره يا كابتن، اللي هم في محمد وممدوح هاشم ودودو وعلي زين ويحيى خالد، حد ثاني تقريبا هم دول المحترفين. خمس لاعبين. طب المحترفين لما بيجوا ينضموا للفريق بتبقوا انتوا عددكم يمكن اكتر شويه، بيبقى بص على حسب على حسب، بيبقى المعسكر ده فيه مباريات وديه ولا لا، وهو الاكتر بيبقى فيه مباريات وديه لان هم بييجوا في الاسبوع الدولي. المدرب بيطلع خمس او ست لعيبه من المعسكر اللي موجود، وبيضم الخمس لعيبه بتاعت المحترفين. طب والماتشات الوديه المفروض هتلعبوها ايه يا كابتن؟ بص احنا كان في كذا مباريات اكيد، وموضوع برضو فعلا حاجات كتير اتلغت، لكن الفتره اللي جايه يعني في تقريبا هيبقى هنلعب البرازيل، يعني في كام ماتش بس لسه مش اكيد. يعني انا اعرف ان في بطوله مثلا هتتعمل هيشارك فيها منتخب تونس اللي هتبقى في قطر، اللي هيشارك فيها منتخب تونس وبطل اسيا والارجنتين وتونس واسبانيا. هل في بطوله زي دي ممكن تتعمل في مكان ما، او مصر تستضيف بطوله زي دي ولا احتمال بالنسبه لنا احنا اللي نستضيف؟ بس لسه الفرق ما تحددتش، لان احنا كان فيه زي ما بقول لك في مباريات كتير، في بطولات كتير مسافرينها، بس هو الظروف يمكن كورونا طبعا بتقلها بالظبط، هو ده دي الموضوع اللي وقف الدنيا خالص يعني. طب يا كابتن قول لي احنا يعني معسكر مستمر لغايه كاس العالم، كم لاعب هيدخلوا؟ انا عرفت طبعا الاتحاد الدولي ادى سماحيه ان انت تقدر تغير خمس لاعبين او اربعه عشان ازمه كورونا. بالظبط. الحقيقه كان قرار مهم جدا. الجهاز الفني هيعمل ايه؟ يعني دلوقتي انت هتخش بكم لاعب؟ بص هو الطبيعي احنا بنخش كاس عالم 18 لاعب، وممكن يبقى فيه اثنين احتياط. تمام. تقريبا كاس عالم ده انت ممكن 18 مع خمسه. ممكن تتفتح القائمه لغايه 25 تقريبا. 25 لاعب. ال 25 هيكونوا في نفس مكان المعسكر ولا في مجموعه هتكون بتتمرن بره؟ بص هو ده الاتحاد هو اللي هيحددها في الاخر. بس في العادي ممكن هو بيبقى في نفس مكان المعسكر لما نبقى مسافرين في اثنين زياده، بيبقى نفس مكان المعسكر. لكن نظرا للعدد ده ساعات الاتحاد بيحدد، او مدرب بيقول انا محتاج العدد ده كامل او اقل شويه، ف
على حسب ساعتها المدرب هيبقى شايف. طب انتوا عايزين جمهور يحضر ولا مش عايزين جمهور؟ اكيد اكيد البطوله عندنا فاكيد محتاجين دعم الجمهور. ساعات بيبقى اللاعب يقول لك يا عم جمهور وضغطه على ملعبي. لا العكس العكس ده متعه يعني. انا لعبت كذا مره مع جمهور هنا الموضوع ممتع. لعبت في كاس عالم شباب في 2009 اللي هو المفروض ضغط يعني على شباب لسه صغيرين. لا الموضوع مختلف خالص. هو متعه جدا. 2016 كمان وما انا بقول لك من وانا لسه في الشباب كان في 35000 متفرج. كان الموضوع انا كنت بروح ماتشات اليد. الموضوع كان صعب قوي. كنت بروح ماتشات اليد. انا فاكر ان انا رحت ماتشات حتى كاس العالم اللي كانت سنه 92 تقريبا حاجه زي كده رحته. وعايز اقول لك انه 93 وعايز اقول لك كمان انه يعني كره اليد بنتائج واسلام فرضتوا نفسكم على الساحه. الحمد لله. يعني انتوا دلوقتي بقيتوا يعني انا يعني انتوا يعني يعني نتائج عالميه منتخبات ميداليات ونتائج عالميه افريقيه. فانتوا حطيتوا نفسكم اصبحتوا زي لعيبه الكوره حاسين بده ولا بص الحمد لله احنا يعني في منظومه يعني على طول من كذا اتحاد من يعني من زمان جدا كذا اتحاد بيسلم الاتحاد بيبقى ماشيين في منظومه واحده عشان بخطه معينه عشان تفضل مكمل على طول في الاحترافيه اللي انت فيها. فاظن ان الاتحادات اليد على مر العصور ماشيين باحترافيه مخلين حتى المنتخب ليه شكل وليه تحس ان انت كده في منتخب اليد ليه هيبه كده ليه هيبه صح ومتماسك ما حتى في اضعف اوقاته متماسك بالظبط كده على طول بتنافس. فده مديه مخليه البلد هنا واثقه فيك ان على طول الوزاره بتدعمك فالموضوع احنا حاسين بيه الحمد لله. طب خلينا نشوف بقى المجموعه بتاعتنا اسلام يعني انتوا كلاعيبه بتقولوا ايه على المجموعه؟ يعني اول ماتش لينا تاني ماتش تالت ماتش بتتكلموا على الفرق تشيلي طبعا اول ماتش ولكن انا بتكلم على قوه المباريات انتوا شايفينها ازاي؟ بص هي المجموعه يعني مجموعه صعبه جدا يعني طبيعي انا شايف كده فيها مجموعه سهله انا شايف بس هو انت في كاس عالم فلو اخترت مجموعه سهله يبقى انت مش عاوز توصل لقدام فانت لما بتبص لقدام فلازم تختار مجموعه متوازنه اكيد هتبقى صعبه لان انت في كاس عالم كل الفرق اللي وصلت صعبه فاكيد هتبقى صعبه لكن انت محتاج ان انت تكسب عشان توصل بعد كده. فانت لو بصيت لقدام حتى المجموعه اللي جنبك هتبقى برده صعبه بس في متناول يعني كل الفرق تقريبا في نفس مستواك. طب يعني الخواجه وجهه نظره ايه يعني وجهه نظره من المجموعه عايز يطلع بايه في المجموعه دي؟ عايز يطلع اول انت محتاج اول ما هو انت عشان توصل لقدام انت محتاج اول فانت بالنسبه لك فرق اوروبيه اللي انت بتعرف تلعب معاها بس هي فرقه قويه جدا اللي هي السويد هو اختارها عشان انت في قبل كده كذا مباراه وانت على طول بتوصل معاها المباراه للاخرها مين اللي هيكسب مش هتبقى عارف صحيح. لكن هي فرقه قويه ومحترمه جدا وتشيك برضو فرقه من يعني صحيح. من عظماء الهاندبول يعني صحيح. خليني انا عايز اتكلم معاك عن تجربه الاحتراف بتاعتك يا اسلام والمفاوضات اللي حصلت بينك وبين النادي الاهلي وازاي رجعت تاني لبيتك في النادي الاهلي. ولكن خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع مايسترو كره اليد اسلام حسن. اهلا بحضراتكم من جديد بنستأنف حوارنا مع مايسترو وكابتن الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي اسلام. احنا عايزين نتكلم عن الاحتراف لان انت قدوه للاعبين والحقيقه انت نجحت جدا جدا في تجربه الاحتراف. انت احترفت سنتين في الافريقي التونسي وعملت شغل كبير جدا وانتقلت من الافريقي التونسي وكانوا جددوا لك كمان ولكن حصل امور رحت على نادي الغرافه. كلمني عن تجربتك الاحتراف من اول ما طلعت من هنا. بالظبط كده. بص كان سنة 2013 جالي عرض الأفريقي. رحت الأول رحت نسر طولبة قعدت 3 شهور تمام. كان ساعتها كان وصلنا شهر 9 كان القيد قفل في العالم كله تقريبا خلاص كله لعب. ده كان بعد إيه يا كابتن يعني بعد كاس كان عالم بعد بطولة أفريقيا تمام. اللي في المغرب اللي احنا كسبنا الزمالك فيها في النهائي كان قبل نهائي الترجي ونهائي الزمالك تمام. بعد كده جالي كذا عرض قعدت برضو اتزنقت شويه في الوقت لغايه شهر في سبتمبر كان خلاص كده قفل فرحت 3 شهور في نادي كان رابع الدوري هناك نسر طوالبه وبعد قعدت 3 شهور والافريقي اشتراني منه. اشتراك بيع وشراء مش انتقال حر. لا 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 اشتراني منه. ده يدل على رغبه الافريقي انه ياخدك. الحمد لله. كان ساعتها كابتن الفريق كابتن مكرم مساوي اللي هو حارس المرمى كلمني والمهم حصل المفاوضات وكابتن ايمن صلاح وبعد كده رحت الافريقي. قعدت اول سنه الحمد لله كان سنه بدات ان انا الدنيا كان الافريقي ساعه ترتيبه ايه يا اسلام؟ بص هناك كان الافريقي يا تاني يا تالت ما كانش ما كانش اول السنه بعديها اللي بعديها لعبنا الافريقي خدنا كان سنه صعبه قوي انت متخيل بتلعب 10 دربيات في سنه واحده خبر ابيض لعبت الترجي 10 دربيات وفي 8 الديربي في تونس الترجي والافريقي بالظبط لعبتوا 10 ديربي في سنه 10 ولعبنا النجم الساحلي 8 مباريات كان موسم صعب كده بالظبط كده فال10 ديربي دي كسبنا منهم 9 يا راجل 9 كنا فرقه كنا ساعتها الرئيس النادي سليم الرياحي
عمل فرقه، كنا فرقه غريبه يعني، فرقه قويه جدا. كسبتوا الترجي 9 من 10. 9 من 10. وحتى الماتش اللي خسرتوه، اللي خسرناه كان بعد تحصيل حاصل ساعات. لا ما كانش تحصيل حاصل، بس ساعات انت الفرقه بتوصل لمرحله تشبع. فكنا بنلعب ماتش كان بالنسبه لنا احنا بعديها زعلنا، لكن احنا 9 10 بالظبط يعني ما احلاه التشبع بالظبط. وكسبنا النجم الساحلي 8 مباريات، 8 كان النجم الساحلي قوي قوي ساعتها. فلعبنا بطوله الدوري، كسبنا الدوري وكسبنا الكاس وكسبنا افريقيا وكسبنا السوبر. اللي خسرناها ابطال الكاس الافريقيه، دي اللي خسرناها من الترجي. خلي بالك الترجي نادي كبير في كره اليد، جداً. نادي كبير جدا، كان ساعتها كمان وتربطه علاقات كويسه جدا مع النادي الاهلي كمان بالظبط. وكان ساعتها عامل صفقات كتيره، فكان المباريات فعلا صعبه. طب السنه الثانيه بقى اسلام عمل ما هي دي السنه الثانيه يعني بقى السنه الاولى دي اللي كانوا هما لسه بيعدوا الفريق. السنه الثانيه دي كسبنا 5 بطولات من 6. تمام، هايل. فكانت بالنسبه لهم هايل. مش عايز اقول لك تونس كلها كانت بتتكلم هاندبول، بس انت بتمشي في اي حته في الشارع تونس ما بتتكلمش كوره خالص، كانت بتتكلم هاندبول. وطلبوا يجددوا معاك سنتين؟ لا انا جددت بالفعل معاهم سنتين فعلا، ورجعت مصر في الاجازه. وبعد كده سمعت ان كان في مشاكل هناك اداريه وماليه كبيره، فرحت اتكلمت معاهم قلت لهم يا جماعه انا راجل انا مغترب ومعايا اسرتي، فانا مش عاوز مشاكل، فخلينا يعني نمشي الموضوع يمشي بالتراضي. قالوا لي طب استنى ومش عارف ايه. المهم اتكلمت مع كان رئيس الفرع ساعتها كابتن سفيان، قال لي طب خلاص احاول اوصل الحل مع سليم الرياحي. المهم عرفنا نوصل وخدت العقد ومشيت. طب والله كويس جدا. بس يوم ما خدت العقد ومشيت مش عايز اقول لك الدنيا باظت. طبعا الدنيا بس انت محترف، فانت يعني انت معاك اسرتك، بس انت تاخد عقدك نفسه وتمشي دي كانت مشكله. ان هو جابهولي من الاخر ورا كابتن سليم الرياحي. طيب خدته وسافرت. الاهلي حصل مفاوضات، بس كان الكلام يعني عارف اللي هو برده في فتره القيد ومش عارف ايه، جالي الغرفه القطري سافرت. كان معايا كابتن هاني فخراني، ده فعلا كابتن هاني انا اوجه له من هنا شكر، هو فرق معايا في حياتي كلها جدا، اخلاقيا وهندبوليا والتزاميا كل حاجه. هو ما شاء الله عامل شغل كويس في الامارات دلوقتي. مدرب بجد انت مش متخيل هيبقى عامل ازاي، هو من دلوقتي هو عامل ازاي وبعد كده هيختلف تماما. الاحتراف فرق معاك يا كابتن، وخلينا يعني نروح لكابتن طارق محروس على الهاتف، حبيبي وحبيب الاهلاويه. كابتن طارق ازيك؟ خير، ازيك يا كابتن هيثم؟ مساء الخير عليكم ومساء الخير على كابتن اسلام. الاول الف مليون مبروك التاسعه يا اهلي، ان شاء الله بنقول العشره دي. الحمد لله الحمد لله. طبعا بهني جمهور النادي الاهلي وبهني فريق الكوره وبهني كل محبي النادي الاهلي ومجلس ادارته والكابتن محمود الخطيب بالفوز الجميل ده والتاسعه. وبمناسبه التاسعه على فكره هم 9 لعيبه في المنتخب مش 8. صحيح. طب كابتن اضرب بقى كابتن طارق. بيقول لك اسلام بيقول لك انت اضرب يا كابتن. طيب كابتن يعني بطوله افريقيا دي ما فتحتش نفسك يا كابتن؟ والله احنا يعني نفسنا مفتوحه، ويمكن انا عملنا جلسه قبل ما لعبت منتخب تبنى اتفقنا فيها على شويه خطوط عريضه باذن الله، اهم اهدافها حفظ جميع البطولات اللي احنا هنشترك فيها بعد كاس العالم، وده حلمنا كلنا. الاولاد عندهم اصرار وعندهم عزيمه، واعتقد ال6 ماتشات اللي احنا لعبناهم طبعا يعني طبعا مش على قد المستوى اللي احنا برضك بنتمناه، لكن الظروف اللي اسلام قال عليها عدم التجانس انما يغيب عن فرقتك 9 لعيبه في بدايه تكوين فرقه فيها 6 من لعيبه جداد، واضفت كمان لعيبه 2 لعيبه من الصغيرين، يعني انت مضيف عليهم 8 لعيبه طبعا محتاجه وقت كتير على التجانس. بنحاول نقلل الزمن بان احنا نعمل اجتماعات كتير وعدد كتير وشغل في الملعب كتير برضك، وباذن الله يعني زي ما قلت قبل كده نوعد جمهور النادي الاهلي وكل محبين كره اليد وكل محبين الفانيلا الحمراء ان الموسم ده باذن الله هيكون بالنسبه لنا باذن الله بمشيئتك يا رب استثنائي، نحصد في كل البطولات اللي احنا هنشترك فيها باذن الله. طب كابتن قول لي يعني كان عندك برضو مشكلة في نقص العددي، استعنت بفريق 2000 و2002، استعلت مجموعة من اللاعبين، مشيت الدنيا ازاي الفترة اللي فاتت في ظل غياب عدد لعيبة كبيرة مع المنتخب، وكمان كان في الماتش هيتلعب او الماتشين اللي كانوا هيتلعبوا من غير الصفقات الجديدة، مشيت الدنيا ازاي الفترة اللي فاتت يا كابتن؟ والله هو احنا يعني اول ما جيت الحمد لله يعني عامل في ذهني وفي ذهن الجهاز كله ان احنا نعمل شجرة في النادي الاهلي للاعبين والفرق،
الشجره دي تبدا من الناشئين تحت الشباب للدرجه الاولى، بنحدد مين اللعيبه اللي هتستمر، مين اللعيبه اللي نقدر نهتم بيها. الكلام ده عملناه مع رئيس الجهاز الكابتن ياسر الرملي وشغالين عليه، واستعنا ببعض اللعيبه من 2002 و2000 فتره الغيابات. طبعا فتره غياب طبعا اسلام فرقت معانا جدا، ان اسلام برضك راجل خبره، اسلام فعلا زي ما انت قلت مايسترو جوه الملعب وبره الملعب، بيريحني في حاجات كتير جدا، متفاهمين الحمد لله انا وهو في حاجات كتير جدا جدا، بيساعدنا على ان احنا نقصر المسافه بحيث ان احنا ندخل اللعيبه الصغيرين داخل الفرقه، ودي حاجه مهمه جدا لان المدرب ما بيعملش كل حاجه، لازم يبقى من اللعيبه ذات نفسهم ومن احساسهم، وده اللي مديه اسلام للعيبه. فطبعا دي قدرت ان احنا تاثر المسافه اللي ما بين اللعيبه وبين بعضها، وقدرنا نعمل الحمد لله ماتشات، انا بقول ان هي ماتشات جيده، مش هقول جيده جدا او ممتازه، لا جيده، لان انا متوقع ومستني منهم وجمهور الاهلي وكل الناس مستنيين منهم اكتر من كده. طبعا اسلام رجع لعب معانا الماتشين الاخرين بعد ما قال بالسلامه، اول ماتش تقريبا قلت له تلعب 10 دقائق قال لي لا ربع ساعه، فلعبته 16 دقيقه، تاني ماتش بقول له كفايه بقى كده قال لي لا بقول لك ايه النهارده انا هلعب كل الماتش، والحمد لله قدرنا تاني مباراه نديله 30 دقيقه، وكان عند حسن ظننا وادى اداء كويس فعلا، هو مايسترو كلمته مسموعه، بينفذ كل كلمه انا بقولها له مع اللعيبه وبينفذوا هم الكلام، طول ما هو موجود في الملعب انت حاسس ان الفرقه فعلا بتسمع كلامك بتنفذ اللي انت عايزه، ودي ميزه القائد فعلا، قائد خارج الملعب وداخل الملعب، عودته كانت مكسب لنا في الماتشين الاخرين الحمد لله. اكيد كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك وللفريق في الفتره القادمه، عندكم اشتراكات وعندكم مهمه صعبه، كل التوفيق. هنكمل حوارنا الحقيقه مع اسلام ولكن نطلع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل حوارنا مع اسلام حسن مايسترو وكابتن الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي. اسلام انت كان ليك تجربه كمان مع فيروس كورونا، رحت مع المنتخب في الشروق لقطت الدور، احكي لي من اول ما بدات تحس بالاعراض لغايه ما ربنا الحمد لله اتم عليك نعمته بالشفاء. بس الاول قبل ما اتكلم على الكورونا انا بشكر كابتن طارق على الكلام اللي قاله ده، مسؤوليه هو بيزودها لي عليا كمان، ان هو فعلا هو بيتعب مع الفرقه جدا الفتره دي، الظروف اللي انا بقولها لك الظروف الصعبه دي هو اللي متحملها جدا، بيحاول يقرب اللي بيطلع منه من المنتخب او اللعيبه الموجوده فبيحاول يقربهم من بعض، الموضوع صعب يعني. مخلص كابتن طارق. طبعا. بالنسبه للكورونا بقى، بص انا جت يوم حسيت ان انا زوري بدا يوجعني، فانا معايا في معسكر المنتخب معايا ابراهيم مصر على طول في الغرفه، قلت له يا مصري ما تقعدش معايا، انا حاسس ان انا هيجي لي برد، ما كنتش كانش كورونا يعني افضل مش حاسس، فانا لما بيجي لي برد بخلي يعني بقول للمصري اطلع، دي يعني انا بقولها للناس كلها، دي مسؤوليه على كل وامانه كل البني ادمين، مش اي مش الرياضي ما يبقاش اناني، يبقى حاسس الناس الثانيه دي برضو بني ادمين المفروض ان هم ما يتعبوش بسببك. فانا اول ما حسيت قلت المصري ما تقعدش معايا في الاوضه، ورحت للدكتور قال لي يعني ده هيبقى دور برد لان اعراض لسه كانت خفيفه. رحت لعبت مباراه البحرين، المباراه الاولى طلعت حسيت ان انا خلاص مش قادر. تاني يوم كان عندنا تمرين، قلت للدكتور محمد شوقي انا مش قادر مره، حاسس بجسمي وجعني، قال لي خلاص ما تمرنش بس تعالى معانا. فجيت رحت بس لبست كمامه اليوم ده، هم قالوا لي حتى انت في ايه لابس كمامه ليه؟ قلت لهم لا انا بحافظ على الناس، بتاخد الاجراءات عشان غيرك بالظبط، عشان غيري، ما انت اما تبقى انت اللي عندك فخلاص يعني خلص. الموضوع مش عشان نفسك، فعشان غيري انا، حتى اللعيبه لما كانت تيجي تتكلم معايا ما كنتش بحب اتكلم معاهم، اقول لهم ابعدوا خالص ابعدوا لغايه ما اتاكد من نفسي. فاليوم ده ما حسيت ان انا تعبت جدا، فرحت قايل للدكتور انا عاوز اعمل مسحه، تاني يوم عاملين مسحه طلع ايجابي. من ساعتها بقى دكتور عمرو يسري، انت مش متخيل يعني، هو الراجل تعب معايا جدا من اول يوم في الكورونا لغايه ما اهلني بعد الكورونا، انت في بعد الكورونا بيبقى في مشاكل بتحصل للجسم في او ممكن تحصل للجسم في القلب والرئه، صحيح، ان انت ما ينفعش ان انت تنزل مجهود عالي عليهم، فخلاني من ساعه نهايه الاعراض بدا ياهلني واحده واحده لغايه بعد كده في 8 او 9 ايام اهلني جدا ان انا انزل مباريات، حتى ان انا نزلت مباريات. انا بشكره يعني من هنا بصراحه جدا، بشكر الراجل تعبان معايا جدا من ساعه كمان اصابه كتفي يعني، هو معايا على طول.
فانا بشكره جدا. طب وبعد كده بدات بدات تنزل التمرين، قول لي الاعراض حسيت بايه، قعدت كام يوم حراره يعني؟ بص انا اول بعد 12 يوم تقريبا بيبقى انت مش معادي خلاص، لكن انا عملت مسحه في اليوم ال 13 طلع لسه ايجابي. يعني كان بالنسبه لي، انا بالنسبه لي صدمه، لان انا كنت عاوز العب ماتش الاهلي والزمالك، فان انت تستنى لغايه اخر مده يطلع الموضوع سلبي ده مش هتلحق الماتش خالص. فبدانا من اليوم ال 13 اداني برنامج امشي عليه، كنت بنزل اتمرن في الشارع في وسط العربيات. برافو عليك، البطل بيبقى كده. بص الحمد لله والله، انا كنت عاوز ان انا نفسي نكسب الدوري، فاكيد انت هتعمل اي حاجه عشان تخدم النادي بتاعك يعني وفرقتك. فنزلت اتمرنت، كان بيقول لي تعمل كذا، تمشي كذا، تجري. حسيت في البدايه بتعب شويه؟ كان الموضوع النفس صعب جدا في الاول، ما انت في اول يومين كان بيمشيني بس ربع ساعه. فمشيت في الشارع وبعد كده بدات انت في الجري. الفتره دي رجعت البيت ولا كنت مع المنتخب برضه فتره الاسبوع؟ لا رجعت، عزلت نفسي في غرفه، ما بقابلش حد، كانت حتى الحمد لله ما حدش من الاسره. لا الحمد لله، كنت بتعامل بحرص جدا الحمد لله، يعني بتحس بالاخرين، فعشان كده الحمد لله ما عدتش حاجه الحمد لله. قعدت فتره العلاج في بيتك يعني؟ قعدت كله في البيت، كانت مراتي بتحط لي الاكل قدام الباب، افتح اخد الاكل بس، لكن ما كنتش بختلط بحد خالص، وهم كانوا متفاهمين كده، حتى الاطفال بداوا يفهموا، فالحمد لله ما حدش اولادك كانوا بيخبطوا لي على الباب بس لسه خلاص. طب وفي بدايه الدور انت قعدت يومين ثلاثه سخن يعني، كلمنا برضو عن بص في الاول حسيت بوجع في زوري شويه، من تاني يوم حسيت ان انا سخن بس الترمومتر مش قاري ان انا سخن يعني كان 37 سخونيه داخليه بالظبط كده. قعدت بعد كده من اليوم الرابع لا من اليوم الثالث لغايه اليوم السادس السخونيه ما بتنزلش تقريبا. انت لازم تاخد دش ساعه عشان تخليها بس ايه ما تعلاش، لكن صحيح. انت ما بتنزلش صحيح. تكسير الجسم بقى وبعد كده الشم والتدفق كل الاعراض بس انا قصدي اقول انه حتى على الرياضيين ما بيجيش خفيف يعني، الناس فاكره ان الرياضي اصل الناس بتقول الرياضي عشان صحته وبتاع، لا هو بيجي برده جامد. لا هي بتختلف من بني ادم لبني ادم، ملهاش علاقه رياضي او مش رياضي، في ناس بيجي لها اعراض وناس من غيره، في ناس اقوى في يعني، هي حسب يعني. صحيح. طب اسلام قول لي يعني يمكن يعني امنياتك حتى مع منتخب مصر، انا يعني بحب اسال برده اللاعبين لانه احنا ان شاء الله هتيجي المنتخب وتيجي الفرق والبطوله تقام، امنياتك مع المنتخب ايه؟ نفسك بتحلم ايه مع المنتخب؟ بص مفيش لعيب ما بيحلمش ان هو يعني يشيل ميداليه في كاس عالم، موضوع صعب او سهل بس ده حلم ليك، فاكيد انت نفسك تحققه. احنا بنبذل اقصى حاجه عندنا، احنا خدنا مركز ثامن، يعني بنسعى ان احنا نحسنه، بس اكيد انت نفسك تشيل ميداليه. فان شاء الله يا رب، مفيش حاجه بعيده عن ربنا. اكيد ان شاء الله. اسلام انا سعيد جدا بلقائك الحقيقه، وانت لعيب بطل ولعيب نجم ولعيب خلقا وفنيا، انا سعيد جدا بالحوار معاك واتمنى لك من قلبي كل التوفيق. حبيبي يا كابتن، انا والله سعيد جدا كل ما اجي مع حضرتك ببقى مبسوط جدا. حبيبي يا كابتن، لا ده شرف كبير، وان شاء الله ربنا يوفقك مع النادي الاهلي ونشيل بطولات يا رب ان شاء الله، ويوفقك مع المنتخب ونتابعك ونتابع كل زمايلك وابطالنا وابطال مصر كلهم ان شاء الله في كاس العالم يا رب. شكرا شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج الابطال، وكان لقائنا مع ماستر وكابتن فريق كره اليد النادي الاهلي اسلام حسن، بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء، عندنا مفاجآت كتير ان شاء الله مستمره، وافراحنا ما زالت مستمره بالتسع، احنا نفرح اللعيبه ان شاء الله مركزين، خلينا احنا نفرح واللعيبه ماشيه في طريقهم. شكرا جزيلا، والى حلقه جديده من الابطال.